ما رسمناه هنا هو 5 مثلثات مختلفة. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو أن أجد أي من هذه المثلثات متطابق مع أي من المثلثات الأخرى، ولمعرفة ذلك سوف أقوم هنا بكتابة فرضيات تطابق المثلثات. إذا نعلم أن مثلثين متطابقين إذا كانت كل أضلاعهما متساوية، إذا ضلع 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 أس أس أس، ونعلم أيضا أنهما متطابقان إذا كان لدينا ضلع وثم زاوية بين الأضلاع وضلع آخر متطابقات أس أي أس، إذا ضلع زاوية ضلع. إذا عكسنا الزوايا والأضلاع نعرف أن هذه أيضا فرضية تطابق، بالتالي إذا كان لدينا زاوية ثم زاوية أخرى وثم الضلع بينهما متطابقات فيكون لدينا أيضا مثلثين متطابقين ASA. ثم أخيرا إذا كان لدينا زاوية وزاوية أخرى وثم ضلع فهذا أيضا أي من هؤلاء يتضمن التطابق AAS. إذا لنرى المثلثات المتطابقة ولنرى ما نستطيع إيجاده هنا لهذه المثلثات. إذا مباشرة في هذا المثلث ABC هنا معطى لنا هذا الطول 7 ثم 60 درجة ثم 40 درجة، وطريقة أخرى للتفكير بها معطى لنا زاوية وزاوية وضلع كالتالي 40 درجة 60 درجة ثم 7. ومن أجل أن يكون الشيء متطابق هنا يجب أن يكون زاوية زاوية ضلع معطى لنا على الأقل، إلا إذا كان علينا إيجادها بطريقة ما، ولكن أتوقع لهذه المسألة رغم أن الزوايا أعطيت لنا إذا علي أن أجد زاوية وزاوية وضلع وليس فقط أي زاوية وزاوية وضلع. يجب أن تكون 40 60 و7 وأن تكون بنفس الترتيب، لا يمكن أن تكون 60 ثم 40 ثم 7. فإذا كان ضلع 40 درجة إذا كان أحد أضلاعه طوله 7 فهذا ليس نفس الشيء هنا. هنا ضلع 60 درجة طوله 7، لنرى إذا كان أحد هذه المثلثات له مثل هذا 40 60 درجة ومن ثم 7 هنا. إذا هذا له 40 و60 درجة ولكن 7 بينهما، بالتالي هذا يبدو أنه يمكن أن يتطابق مع مثلثات أخرى ربما أقرب إلى زاوية وضلع وزاوية، لأنهم زاوية وضلع وزاوية فهو لن يكون هذا. هذا يبدو مثير للاهتمام، هذا أيضا زاوية وضلع وزاوية فربما هذان متطابقان، سوف نبحث ذلك لاحقا. نحن نركز على هذا هنا، هذا له 60 درجة ثم 40 درجة ثم 7، هذا جذاب، لدينا زاوية زاوية وضلع لكن الزوايا ترتيبها مختلف، هنا هي 40 60 7 هنا 60 40 7. إذن هو زاوية زاوية وضلع ولكن الضلع ليس على الزاوية 40 درجة، الزاوية 60 درجة، إنه على الزاوية 40 درجة هنا، فهذا لا يبدو كذلك أيضا. هنا لدينا 40 درجة 60 درجة ثم 7 فهذا يبدو رائع. لدينا هذا الضلع هنا مطابق لهذا الضلع هنا، لدينا هذا الضلع هنا، ثم لديك زاوية 60 درجة هنا وزاوية 60 درجة هنا. ربما لا يكون هذا واضح لأنه مقلوب ومرسوم بطريقة مختلفة قليلا. لا يجب أن نفترض أن الرسم هو ما يخبرنا بما يجري. وثم أخيرا لديك زاوية 40 درجة هنا وهي نفس الزاوية 40 درجة هنا. إذا يمكننا أن نقول، نستطيع أن نكتب وسوف أعملها، دعوني أجد مكان مناسب لأعملها، سوف أكتبها هنا. نستطيع أن نكتب أن المثلث ABC، المثلث ABC مطابق للمثلث، يجب أن نكون حذرين عندما نسمي هذا، علينا أن نتأكد من أن الرؤوس المتقابلة متوافقة مع بعضها البعض. فمثلا بدأنا من هذا المثلث بالرأس A، إذا عند النقطة A هنا لدينا الزاوية 60 درجة، هذا هو رأس الزاوية 60 درجة،
إذا رأس الزاوية 60 درجة هنا هو النقطة N، فسوف أذهب إلى N ثم نعمل من A إلى B، حيث B كان الضلع، كان الرأس الذي لا يوجد قيمة لزاويته نستطيع إيجادها. إذا كان مجموعتان 100 فهذه الزاوية ستكون 80 درجة، بالتالي هنا الزاوية 80 درجة سوف تكون M، التي لا يوجد علامة لها، هي نوعا ما تابعة للضلع الآخر، إنها الشيء الذي يشترك بهذا الضلع الذي طوله 7 هنا. إذن سوف نذهب إلى N ثم M ثم ننهي آسفة ثم M ثم M ثم ننهي المثلث ب O. في الحقيقة أريد أن أشدد على أنه علينا أن نتأكد من الترتيب بشكل صحيح، لأننا نعود إلى لا نبين الرؤوس المتقابلة في كل مثلث. الآن نرى أن الرأس A أو النقطة A تتوافق مع النقطة N في هذا المثلث المتطابق، والرأس B يتوافق مع النقطة M، وبالتالي يمكن أن تقول انظر AB، طول AB متطابق مع NM، بالتالي كلها تتوافق، ويمكن القول أن هذان يتطابقان بواسطة زاوية زاوية وضلع AAS. إذن عملنا هذا، هذا هنا متطابق مع ذلك هناك، مع ذلك هناك. الآن لننظر إلى هذا الشكلان، لدينا هنا زاوية 40 درجة، ضلع في الوسط وزاوية أخرى، يبدو أن ASA سوف يكون لها دور. لننظر إلى هذه هنا، لدينا 40 درجة، 40 درجة، 7 ثم 60 درجة، فربما تقول انتظر هنا الأربعين درجة في الأسفل وهنا هي في الأعلى، لكن تذكر الأشياء يمكن أن تكون متطابقة إذا استطعت أن تقلبها، تديرها، تزيحها أيا كان. بالتالي إذا قلبت هذا سوف تحصل على هذا هنا، وهذا لن يحصل لو قلبت هذا لتحصل على هذا هنا. إذا كما ترى هذان الاثنان، دعوني أوضح ذلك، لديك زاوية 60 درجة هنا مطابقة لهذه الزاوية 60 درجة، لديك هذا الضلع طوله 7 مطابق لهذا الضلع ذو الطول 7، ثم لديك زاوية 40 درجة مطابقة لهذه الزاوية 40 درجة. بالتالي مرة أخرى هذان الشكلان متطابقان مع بعضهما البعض، ويمكن أن نكتب، أين سوف أكتبها؟ سوف أكتبها هنا. يمكن أن نقول أن المثلث DEF، المثلث DEF متطابق مع المثلث، هنا يجب أن نكون حذرين مرة أخرى، D النقطة D هي الرأس للضلع 60 درجة، إذن سوف أبدأ ب H وهي الرأس للضلع 60 درجة هنا مطابق للمثلث H، ثم سرنا من D إلى E، E هي رأس الضلع 40 درجة، هي كأنها الرأس الآخر الذي يشترك بالضلع الذي طوله 7 هنا. إذن سوف نسير من H إلى G، H G I، ونعلم ذلك من زاوية وضلع وزاوية، من خلال زاوية وضلع وزاوية A S A، هذا يعطينا أن هذا الشكل هناك متطابق، متطابق مع هذا الشكل هنا. وأخيرا تبقى لنا هذا الشكل، وهو يبدو أنه غير متطابق مع أي منهم، هو يجذبنا بأن نحاول أن نجعله يتوافق مع هذا، خاصة أن الزوايا هنا في الأسفل، ولديك الضلع 7 هنا، الزوايا هنا بالأسفل والضلع ذو طول 7 هنا، لكنه لا يتوافق لأن ترتيب الزوايا مختلف، ولا يوجد لديك نفس الزوايا المتقابلة. إذا حاولت عمل هذا التمرين الصغير حيث توفق بين الأشياء مع بعضها فلا يمكنك عمله هنا، وهذا هنا أنت تعلم ربما يكون سؤال مخادع، أو ربما إذا قمت بالحساب وهذا كان مثل زاوية 40 أو 60 درجة فربما تستطيع أن توافق هذا مع بعض المثلثات الأخرى.
وربما بعضهم إلى بعض، ولكن هذه الزاوية الأخيرة وكل هذه الحالات 40 زائد 60 يساوي 100، هذه ستكون 80 درجة هنا. يجب أن يكون مجموعها 180، فهذه زاوية 80 درجة وهذه زاوية 80 درجة. لو أن هذه انتهت رياضيا بأن تكون 40 أو 60 درجة، حينها ستكون مثيرة للاهتمام أكثر، فربما وجدنا أزواج متطابقة أخرى، ولكن هذه زاوية 80 درجة، في كل الحالات الزاوية الأخرى 80 درجة، فهذا وحيد لسوء حظه، هو غير قادر على إيجاد مرافق متطابق معه، وانتهينا.